القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي، وهو أحد الحنابلة المقسمة، والذين هم يعتبرون يعني ممن يستند إليهم خوارج السلفية الوهابية ويعتقدون بعقائده. تعالوا نشوف ترجمة هذا القاضي. يقول الإمام الكبير أبو محمد التميمي، ما معناه؟ لقد شان أبو يعلى الحنابلة شينا لا يغسله ماء البحار. رواه ابن الأثير وأبو الفداء. ويقول الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي، قال في العواصم: أخبرني من أثق به من مشائخي أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يقول فيما ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة. قبح الله هذا القول. قال بعض أئمة أهل الحق: وهذا كفر قبيح واستهزاء بالله تعالى، وقائله جاهل به تعالى لا يقتدى به ولا يلتفت إليه ولا متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به، بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام، فإنه ما عبد الله ولا عرفه، وإنما صور صنما في نفسه، تعالى الله عما يقول الملحدون والجاحدون علوا كبيرا. انتهى كلام الإمام الحافظ الكبير أبو بكر ابن العربي في القاضي أبو يعلى الحنبلي، هذا من أئمة المقسمة الحنابلة الذين وقعوا في وحل التقسيم، والذين قلنا سابقا على أن ابن تيمية أخذ منه العقائد، ثم بعد ذلك يقال أن ابن تيمية تابع عن هذه العقائد. لكن يجب أن نعلم من هم المقسمة الذين يقتدي بهم خوارج السلفية الوهابية: أبو يعلى الزاغوني، أبو حامد ابن خزيمة، أبو سعيد الدارمي، وغيرهم من الحنابلة الذين سنذكرهم بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا حتى يعرفهم كل مسلم. والحمد لله رب العالمين.